بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام، وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 88 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى في هذا اليوم الأربعاء خاتمة شهر ربيع، في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة خاتمة شهر ربيع الأول سنة 46 و400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. متابعين في مجلسنا هذا ما وقف الحديث عنده من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأبواب التي أوردها المصنف رحمه الله في صلاته وقيام الليل ووتره والسنن والتطوعات وما إلى ذلك، متابعين الحديث فيه، متقفين هدى النبي عليه الصلاة والسلام، متتبعين أبواب سنته، مستكثرين في ليلتنا المباركة هذه من صلاتنا وسلامنا على من وعدنا الله بكل صلاة عليه مرة 10 مرات من ربنا جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، صلاة الله ما هبت رياح وما أمسيت أو طلع الصباح على الهادي رسول الله، تبقى كخافقة يطير بها جناح، ترفرف عاليا في كل وقت وتصعد للسماء ولها وشاح، فصل على النبي وآل بيت وصحب في محبتهم فلاح. اللهم صل وسلم وبارك عليه، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وهو العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: والصواب في المسألة أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. كان هذا خاتمة مجلسنا ليلة الجمعة الماضية، وفيها هذا التحرير الذي انتهى إليه الإمام المصنف رحمه الله في مسألة المفاضلة بين هذين الأمرين أو بين هذين البابين من الأجر والثواب. ما الأفضل، قراءة القرآن بتدبر وتأمل وترتيل وتأن ومع ما يتبع ذلك من قلة مقدار القراءة، أو الإسراع في القراءة والاستكثار من التلاوة على حساب التدبر بما يكون معه مزيد عدد من الآيات والحسنات والثواب؟ كلا البابين ذو فضل وأجر كما تقدم. وانتهى المصنف رحمه الله بعدما ذكر مذهب الطائفتين، من فضل التأمل والتدبر والتروي في القراءة لما جاءت به النصوص من مشروعية التدبر واعتباره أعظم مقاصد إنزال القرآن، ومن ذكر أن روي عن السلف الاستكثار من القراءة ومتابعة الختمات للاستكثار من الحسنات. ثم انتهى رحمه الله إلى هذا الإنصاف في المسألة فقال: ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. إذن في كل منهما ثواب، لكن أحد الثوابين أنفس وأثقل في الميزان، والثاني أكثر عددا. ضرب مثلا فقال: كمن تصدق بجوهرة عظيمة نفيسة، هي واحدة لكن قيمتها غالية ووزنها وإن لم يكن ثقيلا لكن نفاستها في قيمتها،
كما في بعض الأحجار الكريمة والألماس ونحوها، أو أعتق عبدا واحدا لكن قيمته نفيسة أيضا، ويقابله من استكثر من القراءة من غير ما تدبر للاستكثار من الختمات والتلاوة، فإنه كمن أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. فإذا نظرت إلى العدد فهذا أكثر، وإذا نظرت إلى الثمن فالأول أكثر، أو كمن تصدق بعدد كبير من الدراهم، من حيث العدد الثاني أكثر والأول أقل، لكن من حيث القيمة الأول أعلى من الثاني. فهذا الإنصاف في المسألة يقتضي أن يقال إن تدبر القرآن هو مقصد المقاصد من إنزاله، لا اجتهاد فيه، لصريح قول الحق سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومضى ما في هذا المذهب من الآثار والروايات. نعم، لا مانع من أن يكون استكثار المرء من القراءة إن كان سبق له تدبر، وعلى هذا حمل صنيع بعض السلف لما قيل إن عثمان رضي الله عنه ختم في ركعة، أو بعض السلف كانوا يقرؤون القرآن كاملا في ركعة أو في ليلة من القيام، فيقال هذا محمول على أنهم قد بلغوا من الفهم للقرآن وتدبر آياته فيما مضى من أيامهم وأعمارهم ما أعانهم على أنهم حين الإدراج في القراءة والحدر فيها لا يفوتهم فهم المعاني ولا تدبرها، وقد حصلت لهم قبل، وإن كانوا ينظرون إلى الاستكثار من العدد كما تقدم آنفا، وينظر كما أيضا في المسألة كما تقدم إلى اعتبارات أخرى مثل وظيفة الزمان والمكان الفاضلين، كمن يأتي مكة أو المدينة أو يشهد رمضان والعشر الأواخر أو عشر ذي الحجة فإنه يطمع أيضا في مزيد فضل، وقل مثل ذلك في من لا يحسن أو لا يتأتى له فهم شيء من القرآن إلا بمعاناة أو بتعلم يحتاج مددا كالأعاجم أو الصبيان. فمثل هؤلاء، وأحدهم ربما كان حافظا للقرآن، لو قيل له التأني في القراءة أدعى إلى التدبر لا يتأتى له لأنه لا يفهم المعنى. فمثل هذا حتى لا تفوته الفضيلة الأخرى ربما كان الإكثار من القراءة في حقه مراعى بالنظر إلى هذا الاعتبار، مع التأكيد لكل أهل القرآن وحمالته وحفاظه ومن أكرمهم الله فجعل صدورهم مستودعا لكتابه الكريم أن تكون عنايتهم بالنظر في معاني ما حفظوا وفهم ما أورثهم الله تعالى تلاوته وإتقانه وضبطه أن يكون كمثل ما اعتنوا به من الحفظ وأكثر، وأن يصرفوا له من الجهد والوقت والبذل ما بذلوه من أعمارهم لضبط السور والحروف والقراءة أو أكثر، مراعاة للمقصد الأعظم الذي من أجله أنزل الله تعالى كتابه الكريم. وفي هذا السياق يذكر المصنف رحمه الله الآن عددا من الآثار مما ذهب إليه بعض السلف في استحباب التأني في القراءة والتمهل فيها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عن قتادة أنه قال: سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يمد مدا. كان يمد مدا، هذا تفسير أنس رضي الله عنه لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف أن أنس رضي الله عنه من ألصق الصحابة قربا برسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك لما تشرف به من خدمته صلى الله عليه وسلم ولزمه، فكان قريبا بمعنى أنه ربما كان معه في البيت ويشهد أحواله داخل الحجرات بما لا يراه كثير من الصحابة خارج البيت. سئل أنس وسأله قتادة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا، وفي رواية كان يمد مدا. المقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ يعطي القراءة حقها من المد، والمد إطالة الصوت عند النطق بالحرف، وحروف المد معروفة عند القراء وأهل التجويد، فإنه يمده بالقدر الذي يقدر في القراءة. ثم ضرب أنس رضي الله عنه لذلك مثالا في صحيح البخاري قال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. فانظر كيف ضرب المثال في مواضع حروف المد: الألف في لفظ الجلالة بسم الله،
والألف في اسم الرحمن والياء في اسم الرحيم. إذن لا مد فيما لا مد فيه، هذه واحدة، لئلا يفهم الرواية هذه خطأ بعض من يأخذها على ظاهرها فيقول إذن يمد مدا بمعنى أنه يطيل الصوت بحروف الهجاء كلها فيمد ما لا مد فيه، وليس هذا المقصود، بل المقصود ما فيه مد، وحروف المد الثلاثة المعروفة. فالمقصود أنه يمد، والمقصود ثانيا أنه يمد ما كان لمده سبب، وهو المسمى عند القراء بأسباب المد، إما سكون أو همز، فإذا جاء شيء من ذلك أعطى القراءة حقها، يعني أنه لم يكن يسرع، فلا يسقط حروف المد ولا يجعلها من العجلة كما لا مد فيه. فإن المستعجل ربما قال بسم الله الرحمن الرحيم فأسقط الألف والألف والياء إدراجا وإسراعا، فهو قال لا، كان يمد بسم الله الرحمن الرحيم. وخطأ من يظن أنه يمده عن القدر المستحق له فيقول بسم الله، لا، ليس هكذا. وهذا كله مقدر عند من ضبطوا هذه المقادير وأخذوا القراءة تواترا شيخا عن شيخه إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت صنعة لأهل القرآن والقراء والمجودين المجيزين المجازين بسندهم الموصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا امتثال منه عليه الصلاة والسلام لأمر الله تعالى له، ورتل القرآن ترتيلا، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، فما كان يعجل بالقراءة وكان يرتلها صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة قال قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لابد، فقرأه قراءة تسمع أذنك ويعيه قلبك. هذا أيضا نوع من المفاضلة، وابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، قال لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي، يعني أحب إلي من أن أفعل مثل الذي فعلت. لما سأله أبو جمرة فقال أنا رجل سريع القراءة، بمعنى أن عنده من القدرة على القراءة حفظا وضبطا وإتقانا ما يستطيع معه أن يقرأ القرآن في ليلة مرة أو مرتين. وهل هذا ممكن؟ الجواب نعم، عند من يضبط القراءة ويتقنها إلى حد الغاية يصبح عنده تلاوة القرآن بكل سوره وأحزابه وأجزائه من حيث السرعة والقدرة على الإدراج والحدر المسرع كما يقرأ أحدنا سورة الفاتحة. فلكثرة قراءتنا سورة الفاتحة يستطيع أحدنا أن يقرأ آياتها في نفس واحد، ولو أسرع لأتى بها في مدة قصيرة وجيزة. والقراء الحفاظ المتقنون أهل الضبط حفظا وإتقانا يقدرون على ذلك في القرآن كله كما يقدر عليه أحدنا في سورة الفاتحة، لكثرة عنايتهم بكتاب الله وشدة تعاهدهم لحفظهم، فأصبح القرآن كله عند أحدهم كمثل سورة الفاتحة. قال أنا أقرأ القرآن في ليلة مرة أو مرتين، ذكر هذا لابن عباس رضي الله عنهما في مقام ما يعرضه التلميذ على شيخه استشارة واستنارة وعرضا على ما يبديه من عمل يجد توجيها وتسديدا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما سمعتم لأن أقرأ سورة واحدة. السؤال: طيب وباقي الوقت ماذا يفعل فيه؟ لا، هو يملأ الوقت بهذه السورة، فما الذي يفعل؟ سيتأنى في قراءتها ويتمهل فيها ويرتلها حتى تكون كمثل ما مر بكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة الماضية، كان يقوم بالسورة حتى تكون أطول من أطول منها. فالتأني في القراءة والترسل فيها والتمهل يجعل القراءة فيها تملأ الوقت. قل أن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل،
لاحظ معي، ابن عباس رضي الله عنهما ما نهاه ولا عد فعله إثما يستوجب الذم أو الترك، لكنه جعله مفضولا، قال أن أفعل مثل هذا الذي وصفت لك أحب إلي مما فعلت، ثم قال فإن كنت فاعلا لا بد، فاعلا ماذا؟ الإسراع في القراءة والحذر فيها، وهذا أيضا يقال لحفظة القرآن وأصحاب الأوراد الكبيرة التي يحرصون فيها على إنهائها وعلى ختم حفظهم لكتاب الله مرات متتابعة. قال فإن كنت فاعلا لا بد، فقرأ قراءة تسمع أذنك أو تسمع أذنك ويعيه قلبك. جعل هذا ضابطا لحد الحذر والإسراع. ما هو؟ قراءة وإن أسرعت فيها لكنها مسموعة في الأذن يعيها القلب، فما فقد شيئا من هذين الوصفين أو الضابطين عد إسراعا يدخل في حد الهذرمة التي سيأتي ذكرها في كلام ابن مسعود رضي الله عنه بعد قليل. فإذا القراءة السرية الخافتة الأقرب إلى قراءة النفس ليست هي المقصودة في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، والإسراع في القراءة إلى حد تداخل الكلمات وإسقاط بعض الحروف من العجلة والإسراع أيضا ليس داخلا فيه. قال قراءة تسمع أذنك، ثم قال ويعيه قلبك، بمعنى أنه يعي الآية ومر بها قلبه كما مر بها لسانه وأذنه، فالآية محفوظة، فجعل هذا ضابطا للإسراع، ما نهاه لكنه أرشده إلى ضابط يجعل قراءته مع الحذر والإسراع أقرب إلى تحقيق مراد الله جل جلاله من إنزال كتابه العظيم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال إبراهيم قرأ علقمة على عبد الله وكان حسن الصوت، فقال رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. علقمة رضي الله عنه ورحمه ابن قيس النخعي المكنى بأبي شبل، فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، يعده الفقهاء في الفقهاء من سادات التابعين، ويعده القراء من الصدر الأول من قراء الأمة رضي الله عنهم جميعا. علقمة في رتبة الصحابة وليس صحابيا، ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما أدركه، بل قيل إنه أدرك من زمن النبوة نحو من 30 سنة، لكنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يظفر بشرف الصحبة، فهو مخضرم كما اصطلح أهل العلم على تسميتهم. المخضرمون من أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يظفروا برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو أسلموا في حياته قبل موته، طالما ما تشرفوا برؤيته وملاقاته فلا يعد أحدهم صحابيا ويسمى مخضرما. علقمة من كبار المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، توفي رضي الله عنهم سنة 61 وقيل 62 وقيل 63 وقيل بعد 70، في حدود هذه يعني في أوائل خلافة بني أمية كانت وفاته رضي الله عنه، لكنه قلت لك في رتبة الصحابة وليس صحابيا، عالم فقيه كبير القدر جليل الشأن حافظ متقن من قراء الأمة لكتاب الله الكريم. لزم ابن مسعود رضي الله عنه لما أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة فأصبح شيخها وعالمها والصحابي المقدم فيها، التف حوله كبار التابعين وعلى رأسهم علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله. وفي الكوفة من أبناء النخعي عدد وفير أصبحوا نجوما لامعة في سماء الأمة. إبراهيم النخعي راوي هذا الأثر وهو ابن أخت علقمة، فعلقمة خاله، وكذلك الأسود بن يزيد النخعي وعبد الرحمن بن يزيد النخعي من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وهم من فقهاء الكوفة الكبار وهم أبناء أخيه، فعلقمة عم هؤلاء وخال إبراهيم، فأسرة مباركة وكلها كانت شديدة القرب من ابن مسعود رضي الله عنه، فشرفوا بصحبته واقتبسوا من هديه وشأنه أمرا عظيما، وخصوصا الخال والعم هذا علقمة. علقمة رضي الله عنه كان من الربانيين كما يقول السلف، وكان ابن معمر جالسا مع أصحابه فقال قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله هديا ودلا وسمتا. من عبد الله؟ ابن مسعود.
لأن ابن مسعود رضي الله عنهما من أشبه الناس هديا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال قوموا بنا إلى أشبه الناس بعبد الله هديا وسمتا ودلا، قال فقمنا إلى علقمة، فكان لا يشبه بأحد إلا بابن مسعود، فكان له شأن عظيم. والشاهد من الرواية هنا أنه قال قرأ علقمة على عبد الله، وعبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، والذي قال عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد من قراء الصحابة الكبار. قرأ علقمة على عبد الله وكان حسن الصوت، وعرف بهذا رحمة الله عليه، ندي الصوت حسن القراءة قارئ ضابط متقن. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. ما هو الترتيل؟ رغب إليه مع جمال صوته وحسن تلاوته أن تكون قراءته فيها من الترتيل ما يزيد القرآن حسنا. أما إن القرآن كلام الله حسن، وفي آياته من المواعظ والمعاني العظيمة والحكم والأسرار ما يبهج القلب ويسعد النفوس، إلا أننا لا ننكر أن الصوت الحسن يزيد القرآن في أذن سامعه وقلبه حسنا وأثرا ولا بد، فيحصل من الأثر والخشوع والإقبال على المعاني فيما نسمع من الآيات من أصوات القراء الحسنة ما يزيد الإيمان ويقبل على القلوب بهذا الكلام الرباني العظيم. قال رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن، وهو شاهد لما أورده المصنف رحمه الله مما رجحه طائفة من السلف من العناية بالترتيل في القراءة والتمهل فيها والترسل، فإن ذلك عون على تحقيق تدبر كتاب الله العظيم الذي من أجله أنزل الله كتابه الكريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال عبد الله بن مسعود لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروا نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. وقال عبد الله هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما تأكيد على ما قاله لعلقمة قبل قليل. وعلقمة أيضا كما في تهذيب الكمال قال كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن، قال وكان ابن مسعود يرسل إلي فأقرأ عليه، يطلبه ابن مسعود أن يقرأ علي القرآن، قال فأقرأ عليه فإذا فرغت من قراءتي قال زدنا فداك أبي وأمي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن الصوت زينة القرآن. وهذا شأن علقمة رحمة الله عليه. ابن مسعود رضي الله عنه كان يربي عند هؤلاء هذا المعنى العظيم، أن كتاب الله حقه العناية، ولا عظم كتاب الله في القراءة بمثل الترتيل والتدبر والتأمل في المعاني. هو المعنى ذاته هذه العبارة المشهورة جدا عن ابن مسعود رضي الله عنه التي ينقلها كل من كتب في آداب القرآن وحملة القرآن وأخلاق من يقرأ القرآن، كما صنع الإمام الآجري وكما صنع الإمام النووي وغير واحد رحم الله الجميع. قال لا تهذوا القرآن هذ الشعر. ما هذ الشعر؟ إلقاء القصائد عند الشعراء التي تأتي مسترسلة متتابعة، وربما ألحق شطر بيت في آخره مع صدر بيت فيما يليه، ووصل الأبيات بعضها ببعض، كل ذلك مع الإسراع، وكلما كانت القصيدة وأبياتها أطول كان الإسراع في إلقائها أكثر. قال لا تهذ القرآن هذ الشعر، يعني يقصد أن النطق بتلاوة القرآن لا ينبغي أن يكون كإلقاء الشعر. قال ولا تنثروه نثر الدقل. الدقل الرديء من التمر، وكان التمر إذا جمع عندهم واجتمع وكلما جاء تمر أضيف إلى ما سبق يأتي بعد ذلك مما يجتمع من التمر، فيجتمع فيه الرديء مع الجيد، فإذا فرزوا ذلك وأخرجوا جيده بقي هذا الرديء المسمى دقلا، فما بقي من دقل التمر في الغالب لا يؤكل، فيرمى للطير وللبهائم وللحيوانات، فإذا أخذه صاحبه في كفه نثره للطيور ينثره. هكذا شبه الإسراع في القراءة للقرآن كما يفعل صاحب الدقل من التمر الرديء إذا أخذه بكفه فنثره. هكذا أرأيت صاحب التمر الرديء كيف ينثره زاهدا فيه غير محتاج إليه،
رغب في الخلاص منه ويقدمه للبهائم والطيور. يقول: عظم القرآن، فلا يكون إسراعنا في القراءة يشبه بحال من ينثر الدقل، من يقرأ القرآن ينثر الدر والنور وكلام الله العظيم ينثره على الأسماع وعلى القلوب والأفئدة، فحقه أن يزفه في أحلى حلة وفي أبهى مظهر يكون محفوفا بجلال من التلاوة وحسن من الترتيل. قال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني العجلة لأجل الفراغ من انتهاء السورة وإتمام الجزء وانقضاء الورد وكذا، هذا هم، وخصوصا عند صاحب القرآن وحافظ القرآن وحملة القرآن الذين يحرصون على أوراد يتمونها لضبط مقادير حفظهم. المقصود من ذلك يا كرام أن يلتفت الناس كلهم، الأمة كلها وأهل القرآن خاصة، إلى العناية بما أكرمهم الله تعالى به من كتابه العظيم، فإنه كلام جليل عزيز كما سماه الله، وإنه لكتاب عزيز. فالعزيز من الكلام ينبغي أن يحمل على العزة في القراءة والحفظ والترتيل والإقراء، وهذا معنى ما ذهب إليه هؤلاء من أئمة السلف، وإلا فإن ذلك ينبغي أن يكون قصدا عظيما لكل من قرأ كتاب الله قليلا منه أو كثيرا. ومع ذلك فلا يصرفن ذلك أهل القرآن وحفاظه وحملته عن العناية التي هم عليها بكتاب الله العظيم، إنما هي التفاتة إلى هذا المعنى والأفق البعيد من عنايتهم بما أكرمهم الله تعالى به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عبد الله أيضا: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. هذا أيضا من آثار عبد الله بن مسعود المشهورة عنه رضي الله عنه، وهذا الأثر والذي قبله كلاهما منقطع السند، لكن الشهرة في انتقاله ونسبته لابن مسعود رضي الله عنه أصبحت يعني كثيرة في كلام أهل العلم. قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنها خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وهو كذلك، ما من نداء في كتاب الله مصدر بقوله: يا أيها الذين آمنوا، إلا وفيه توجيه إلهي، والتكليف الشرعي إما أمر أو نهي، فإما أمر يأمرنا بواجب يجب علينا القيام به، أو دون ذلك استحبابا نحث عليه، أو يكون نهيا محمولا على التحريم والتغليظ أو على الكراهة والأولى. فهذا يعني أن الالتفات إلى كل نداء في كتاب الله الكريم يجعل القلب حاضرا، حتى لو كنت أقرأ مراجعة ليوردي من كتاب الله فمررت: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كذا، يا أيها الذين آمنوا، فإنها نداء وراءها تكليف وأمر إلهي. قال: فأصغ لها سمعك، والمراد أن يكون للسمع الحاضر مع القلب عناية أثناء تلاوتنا لكتاب الله الكريم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت لي: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. والأثر في شعب الإيمان للإمام البيهقي رحمه الله عن ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أو عن رجل من ولد ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى أيضا فقيه جليل من فقهاء السلف. قال: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت لي: يا عبد الرحمن، وعند البيهقي: يا أبا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ يعني فيما سمعت من استرساله في القراءة. فقالت: والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. والرواية أيضا سندها مبهم ولا يصح، ولو صح فإنه محمول على ماذا؟ على أن يظل أحدنا في سورة هود 6 أشهر ويبقى بعدها في سورة الأعراف 1.5 سنة مثلا؟ ليس هذا المقصود. المقصود أن القلب المؤمن كلما أعطى كتاب الله عز وجل مدة أوسع من النظر والتأمل والتدبر فإنها لا تكفي. ولهذا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتم سورة البقرة في 8 سنين. ليس كللا في الحفظ ولا عجزا عن القراءة،
لكنه إقبال القلوب والأفهام والعقول على عظيم ما جاء في تلك السور العظام، فذلك يملأ الوقت. ومعنى هذا مع ما يكون في يوم الإنسان وليلته من شواغل. قالت: وأنا منذ 6 أشهر ما فرغت من قراءتها. ليس المقصود مجرد القراءة، وأيضا هذا محمول على ما يريد به قارئه من كتاب الله من تأمل وتدبر. وهكذا يفعل أحدنا إذا كان له بحث وعناية في سور من سور القرآن، فإنه يفرغ فيه الأيام والأسابيع والشهور، يبحث ويفتش وينقب ويتتبع كلام أهل العلم سلفا وخلفا في معاني تلك الآيات العظام، فلا يكون هذا محمولا على شيء من المبالغة أو البعد الذي لا يتأتى تطبيقه. نسأل الله الكريم أن يلهمنا وإياكم من العناية بفهم كتابه وتدبره وإحياء القلوب بما أحيا الله تعالى به ما شاء من خلقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقرآن في صلاة الليل تارة ويجهر تارة، ويطيل القيام تارة ويخففه تارة، ويوتر آخر الليل وهو الأكثر وأوله تارة ووسطه تارة. هذه مسألة أخرى في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل من حيث الجهر والإسرار، ومن حيث الطول والقصر، ومن حيث وقت الوتر. 3 أشياء في هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها سعة. قال: كان يسر بالقرآن في صلاة الليل تارة ويجهر تارة. أنت عبد الله إذا رجعت منزلك فنمت وقمت آخر الليل وأردت أن تصلي ما كتب الله لك في حجرتك أو في مصلى بيتك أو أتيت المسجد أو الحرم فقمت وصليت ركعتين، هل تجهر بالقراءة أو تسر؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ويفعل هذا، يسر بالقرآن في صلاة الليل تارة ويجهر تارة، فعل هذا وفعل ذاك، لأنه ليس إماما وراءه من يسمع، بل هو منفرد، فإذا أسر فبقدر ما يسمع نفسه، وإذا جهر فبما يسمع به من يكون قريبا منه، فهذا الأمر فيه سعة. أيضا من ناحية الطول والقصر، يطيل القيام تارة ويخففه تارة، وإن كان الغالب عليه في قيام الليل التطويل عليه الصلاة والسلام. قال: ويوتر. طبعا وفي هذا فائدة يا كرام لبعض الضعفة من أمثالنا الذين لم يكتب لأحدهم القوة على طول القيام، أو فيه من الضعف ما لا يحسن معه القراءة النبوية التي سمعنا وقرأنا عنها، فلا يغلقن الشيطان على أحدنا الباب فيقول: أنت لا تحسن القيام ولست من أهل القيام فاترك هذا للصالحين والقوام والعباد. لا، الباب مفتوح، ولو قمت بقيام قصير ليس مفتوحا فقط، بل لك في رسول الله أسوة صلى الله عليه وسلم، كان يطيل القيام تارة ويخففه تارة، فأنت إن وجدت من نفسك رعاك الله ذات ليلة نشاطا وهمة واستطعت أن تطيل، فاقصد بذلك رعاك الله أن تصيب هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كنت دون ذلك أو لا تطيق أو مريضا أو لا تحسن ذلك، فحسبك ما كتب لك من قيام الليل، فأنت مأجور بفضل الله. أما الوتر فقال: يوتر آخر الليل وهو الأكثر وأوله تارة ووسطه تارة. وتقدم قول أمنا عائشة رضي الله عنها: من الليل كله أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي وجهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. هذه مسألة أخرى انتقل إليها المصنف رحمه الله، وهي مسألة صلاة التطوع في السفر. وتقدم فيما سبق أن السنة لمن يريد الصلاة في سفره فيها فرق بين الفرض والنافلة. فأما الفرض لمن يصليه في السفر راكبا في سيارة أو في حافلة أو في قطار أو على متن طائرة أو على ظهر سفينة، طالما هو مسافر راكبا، فإن الفرض يشترط فيه ابتداء النزول والصلاة على الأرض مستقبلا القبلة، هذا الأصل. فإن كان في سيارة تنحى
ووقف ليصلي على الأرض مستقبلا القبلة، وإن كان في وسيلة نقل لا يسعه فيها التوقف والنزول على الأرض فلينتظر حتى يبلغ الوجهة، حتى تبلغ الطائرة نزولها في المطار، حتى يقف القطار، حتى تقف الحافلة، حتى تصل السفينة إلى الميناء. فإن خشي فوات الوقت قبل أن يصل فليصلي وهو على ظهر الوسيلة التي يركبها، سيارة أو حافلة أو قطارا أو طائرة أو باخرة. فكيف يصنع؟ طالما لم يتيسر له النزول على الأرض والصلاة فلا بد له من استقبال القبلة في الفرض. فماذا يصنع؟ يتوجه إلى القبلة وهو راكب، هذا في الفرض، ولا بد أن يصلي مستقبلا القبلة، لأن الرخصة في التنحي عن القبلة جاء في النافلة خاصة. فإذا كان في قطار توجه إلى القبلة أو في متن طائرة أو على ظهر سفينة ونحو ذلك، فإن تعذر ذلك، يعني على ظهر طائرة في مركب أو في مقعد ولا يستطيع التحرك ولا ساعة في مكان يستطيع فيه التوجه إلى القبلة، صلى بحسب قدرته وطاقته. فالمسألة مرتبة على هذا الترتيب، لأن الصلاة فريضة. أما النافلة فبابها واسع والأمر في الشريعة فيها يسير. خفف عن المسافر من هذه الشروط في الصلاة ترغيبا له في الإقبال على النافلة حتى ينشط لها، لأنه لو قيد بتلك الشروط ربما ضاق عليه الأمر فترك الصلاة. ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يتنفل وهو مسافر؟ قال: يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه، إلى الشرق، إلى الغرب، إلى القبلة، إلى عكسها، حيث كان وجهه، يومئ برأسه. يومئ يعني يشير برأسه في الركوع وفي السجود. ولما يفعل ذلك؟ لأنه راكب على ظهر بعيره عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع السجود أو الركوع، فصلى على ظهر راحلته حيث كان وجهه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله رضي الله عنهما، وذكر ذلك غير واحد من الصحابة. إذن هذا الهدي النبوي. ويبقى أن يقال إذا صلى التطوع على ظهر المركوب الذي يركب، سواء كان وسيلة نقل كالطائرة والسيارة والحافلة ونحوها، فلا فرق حيثما اتجه، سواء كان نهارا أو ليلا. ولاحظ معي أن إثبات هذه السنة في هديه عليه الصلاة والسلام يفتح لك بابا عجيبا. يتطوع وهو مسافر ويحرص على ذلك، وما زالت الصلاة المحبوبة إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، ويستكثر من النوافل ولو كان مسافرا، فكيف إذا كان مقيما صلى الله عليه وسلم؟ يصلي قبل أي وجهة توجهت به. فهذه السنة المأثورة في هذا الباب تخفيفا على من رغب في التطوع، ويقال هذا لمن ركب طائرة مساء أو نهارا فأراد أن يملأ شيئا من وقت رحلته بتطوع، صلى جالسا حيث كان وجهه، لا يشترط له استقبال قبلة ولا بقية ما تقدم في شأن الفريضة، تيسيرا وتخفيفا على العباد للاستكثار من النوافل التي قال عنها ربنا عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله الكريم من فضله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة، فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته ثم صلى حيث توجهت به. هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه المخرج في مسند أحمد وسنن أبي داود والدارقطني وغيرهم، وإسناده حسن، ذكر فيه مسألة زائدة: كان إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة. فيها اشتراط استقبال القبلة متى؟ عند تكبيرة الإحرام، ثم خلى عن راحلته وصلى حيث توجهت به.
هذا الذي يقول عنه بعض الفقهاء يشترط له استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم لا يضره بعد ذلك. ومثال ذلك لمن كان في طائرة أو في قطار أنه إذا أراد أن يكبر توجه إلى القبلة فقام عن مقعده في محله الذي هو فيه ووقف وتوجه جهة القبلة فكبر ثم جلس إن شاء على مقعده الذي يجلس عليه وأتم صلاته حيث كانت وجهة الطائرة أو القطار ونحوهما. هل يشترط في النافلة ذلك؟ هذا الذي جاء في حديث أنس رضي الله عنه، والحديث عند الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من غير ذكر القبلة، ما فيها استقبال القبلة، بل فيها أنه كان يصلي ويكبر حيث توجهت به راحلته. هذا القيد في هذا الحديث جعل الكلام للفقهاء محل اختلاف، هل يشترط في النافلة استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ وأورد فيها المصنف ما تسمع الآن من روايات الإمام أحمد رحمه الله. قال: فاختلفت الرواية عن أحمد هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه على روايتين. أن يفعل ذلك ما هو؟ استقبال القبلة عند الدخول في الصلاة والتكبير لها إذا قدر عليه. نعم. قال: فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها مثل أن يكون في محمل في محمل أو عمارية ونحوها، فهل يلزمه أو يجوز له أن يصلي إلى حيث توجهت به الراحلة؟ فروى محمد بن الحكم عن أحمد. طيب، نفهم أولا مقصد السؤال. سئل الإمام أحمد رحمه الله إذا أمكن المسافر وهو الذي يصلي النافلة، إذا أمكنه أن يستدير إلى القبلة في الصلاة كلها هل يلزمه؟ كيف يعني أمكنه ولم تكن عندهم طائرات ومراكب واسعة؟ قال: كمثل أن يكون في محمل أو عمارية. المحمل الذي نسميه الهودج، ما يجعل على ظهر البعير كالصندوق يركب فيه المسافر ويوضع فيه المتاع، وكانوا غالبا يحملون فيه النساء سترا لهن في مسيرة الأسفار. صندوق يحمل على ظهر البعير ويكون له عدلان على ناحيتي البعير، يوضع عليهما ما يحمل عليه المسافر أو المتاع أو الأثاث، وكان يخصون به النساء غالبا في الأسفار. هذا المحمل صندوق، فإذا ركب الراكب في ذلك الصندوق في المحمل أو في الهودج هو يجلس مستريحا لا كجلسة الراكب على ظهر البعير هكذا، يجلس متربعا، وربما أمكنه أن يمد شيئا من رجليه، ففي المجلس سعة إلى حد ما. سئل الإمام أحمد إن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في الصلاة كلها جالس في المحمل، وإن كانت القبلة هكذا والبعير هكذا توجه قليلا إلى القبلة وهو جالس في المحمل، هل يلزمه أن يستدير ويبقى مستقبلا للقبلة طيلة الصلاة؟ قال: مثل أن يكون في محمل أو عمارية، والعمارية مثل المحمل لكنه كبير ومظلل بالغالب من قماش ونحوه، يجعل أيضا على ظهر البعير، والمسمى اليوم بالهودج ونحوه الذي يكون على جانبي البعير. فقال: هل يلزمه أو يجوز أن يصلي إلى حيث توجهت به الراحلة؟ الآن المسألة عنده استطاعة وله قدر من المتسع، يمكنه أن يتوجه إلى القبلة وهو في ظهر المركب. نعم. فروى محمد. قال: فروى محمد بن الحكم عن أحمد: من صلى في محمل فإنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة، لأنه يمكنه أن يدور وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، جعل القدرة على استقبال القبلة للمسافر ولو كانت نافلة شرطا، لأنه قادر والمعذور غير القادر، فمن كان قادرا فليس معذورا. نعم. قال: لأنه يمكنه أن يدور وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه، يعني الراكب على ظهر البعير أو الفرس أو البغل أو أي مركوب لا يستطيع أن يستدير في جلسته على السرج في الدابة التي يركبها بخلاف الراكب في المحمل والعمارية. قال: وروى عنه أبو طالب أنه قال: الاستدارة في المحمل شديد، يصلي حيث كان وجهه. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد خفف فيها، قال: الاستدارة في المحمل شديد، يعني نعم وإن كان في المحمل ويمكنه الاستدارة لكنه ليس باليسر والسعة. لما؟ لأن المحمل وإن كان متسعا للجلوس لكنه ليس بتلك السعة، فلو أراد أن يستدير
سيتحرك يمنة أو يسرى، وربما استدار في ناحية مخالفة لوجهة البعير أو المركوب على شرقه أو غربه، ففيها مشقة قال شديد، يصلي حيث كان وجهه فرخص رحمه الله تعالى. والمحمل أيضا في هذا الاختلاف على ما جاء في الروايات، فحديث أنس في الصحيحين وحديث ابن عمر كذلك رضي الله عنهم جميعا مطلق، كان يصلي حيث توجهت به راحلته. ورواية أنس في المسند وبعض السنن كما سمعت قال بهذا القيد: استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته. فمن نظر إلى هذا ألزم به المتطوع في السفر، ومن نظر إلى الإطلاق في رواية الصحيحين رخص فيه كما في هذه الرواية الأخيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واختلفت الرواية عنه في السجود في المحمل، فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: وإن كان محملا فقدر أن يسجد في المحمل سجد. وروى عنه الميموني: إذا صلى في محمل أحب إلي أن يسجد، لأنه يمكنه. وروى عنه الفضل بن زياد: يسجد في المحمل إذا أمكنه. هذه روايات عن الإمام أحمد في مسألة السجود لراكب المحمل، قلنا هو مثل الصندوق يكون على ظهر البعير، يسع للسجود نعم، لكن بقدر من المشقة، يعدل جلسته، يتحرك، يجلس جلسة الصلاة، يسجد. وهذه الحركة على ظهر المحمل ليست يسيرة، فالبعير يتحرك والهودج ليس ثابتا، ففيه حركة فيها قدر من المشقة، وربما كان فيها قدر أيضا من الترنح يمنة ويسرى عند أدنى حركة. فرق قال الإمام أحمد سئل: إن كان محملا قدر أن يسجد سجد. والميموني يقال: أحب إلي أن يسجد، لأنه يمكنه. والفضل قال أيضا: يسجد إذا أمكنه، فقدر ذلك كله أو قيده بالإمكان، فإن أمكنه سجد. نعم. وروى عنه جعفر قال: وروى عنه جعفر بن محمد: السجود على المرفقة إذا كان في المحمل ربما اشتد على البعير، ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكذا روى عنه أبو داود، والله أعلم. الرواية الثانية عن الإمام أحمد قال: السجود على المرفقة إذا كان في المحمل. المرفقة مثل الوسادة أو المخدة التي يجعلها الراكب في الهودج أو في المحمل يتلين بها إذا اتكأ وإذا جلس وإذا نام على جنبه أو هو على ظهر البعير. قال: السجود على المرفقة يشق عليه إذا كان ربما اشتد على البعير، بمعنى أنه يلقي بثقله إلى ناحية سجوده، فيؤثر هذا على توازن المحمل على ظهر البعير. قال: ربما اشتد على البعير، ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكذا روى أبو داود. فثمة روايات عن الإمام أحمد جعل السجود في المحمل مشروطا إذا كان قادرا، ورواية أخرى رخص فيها وعد ذلك من المشقة التي يسقط معها ويكتفي فيها بالإيماء. وعلى كل، فالذي جاءت به السنة السعة والتيسير والرخصة لمن كان مسافرا، ترغيبا للعباد في الإقبال على العبادة والتطوع ولو كانوا في أسفارهم، تقربا إلى الله عز وجل. ألا ترى أن المسافر إذا سافر دعا، ودعا الله عز وجل أن يصحبه في سفره. فالعبد إذا سافر وارتحل فإنه يسأل الله الكريم في دعواته التي يحفظها عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم أن يصحبه الله في سفره. ألا ترى أنت تقول في دعاء سفرك: اللهم أنت الصاحب في السفر؟ فمن رجا وطلب وسأل الله أن يصحبه في سفره أحرى به أن يكون قلبه موصولا بمن سأله صحبته، فذلك يكون بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وبالاشتغال أيضا بما تيسر له من تطوع بركعات معدودات في سفره. ثم حسبك عبد الله أن يسجل لك في صحيفة عملك ركعات صليتها كما تفعلها وأنت مقيم، فيتنوع لك من شواهد العمل في حضرك وإقامتك وفي سفرك وارتحالك وفي الطرقات وفي الممرات ووراء البحار والمحيطات، أنك أودعت ركعة هنا وسجدة هناك، فيكون هذا مما تفرح به إذا لقيت الله بصحيفة عملك مزودا بتلك الحسنات. تم الفصل بفضل الله تعالى وعونه، ونشرع ليلتنا المقبلة في الأسبوع المقبل إن شاء الله في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة
صلاة الضحى، واستكثروا ما بقي من ليلتكم وجمعتكم غدا من الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع والهادي السراج المنير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: لو صلى العبد بعدد أنفاسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن موفيا بحقه. صلوا على خير البرية كلها، ما لاح بدر تحت جنح ظلامي، فهو السبيل لدار كل كرامة، وهو الدليل لجنة وسلام، وهو الشفيع لمن يدين بدينه ولمن يلوذ بملة الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا والمسلمين بحفظك، واكلأنا بعنايتك يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا لرضاك، واجعل عملنا في تقاك يا أكرم الأكرمين. يا رب ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أمتنا وولاة أمورنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد، واحفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى. إله الحق يا سميع الدعاء، اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. نعوذ بعزتك وجلالك وقدرتك يا رب من شر الأشرار وسطوة الفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار. احفظنا يا رب والمسلمين بحفظك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.